أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم المسائية الليلة بإذن الله عنوان حلقتنا برنامج إلى اللقاء مع الكاتبة سارة العفيف أه نقرأ في هذا اللقاء صفحات من حياة الكاتبة ونتعرف على سيرتها المفعمة بالإبداع وال بالابداع وايضا بالجمال حتكون معنا من داخل الاستوديو الجميله المتالقه الكاتبه ساره العفيف اهلا ومرحبا بك استاذه ساره منورانا اهلا وسهلا فيك استاذه دينا وانا سعيده بتواجدي اليوم معكم في هذه القناه ونحن اسعد بوجودك معنا وتشريفك لنا اليوم لك. في هذه الحلقه الله وقبل الله ما نبدا محاورنا لليوم خلينا نطلع تقريرنا للحلقه ونرجع لكم خليكم معنا أرادت الكاتبة سر العفيف أن تنسج حروفا من عمر الزمان والأماكن والأشخاص والطبيعة والقضايا المعاصرة بطريقتها الفريدة في الكتابة عبر موهبتها لتأخذنا حين تلتقط الحروف لعوالم مدهشة تهدينا حياة ضاجة بالتفاؤل والأمل والطموح، وها هي تسير اليوم بخطى حثيثة نحو النجاح والنجومية الإعلامية تحمل املها وتطلعاتها لاثراء الساحات الاعلاميه بالكتابه المسؤوله مسيره عظيمه واهداف واضحه تنضج على نار هادئه وتستعد لخوض تجارب ادبيه عريضه في مقبل الايام رجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية وبنشكر في تقرير إعداد هويدة توم والصوت أحمد سالم وبالعودة لضيفتنا المتميزة الكاتبة سارة العفيف وزي ما وعدناكم مشاهدينا اليوم حتكون في محاورنا حنتعرف على حياتها والسيرة الذاتية لهذه الكاتبة المتميزة وخلينا نبدأ مع الأستاذة سارة في أولى رحلاتها ونتكلم عن المولد والنشأة أنا انولدت في الرياض مدينة الرياض ونشأت في الأسرة الطبيعية الأسرة السعودية العادية جدا وكنا عائلة متكاملة الحمد لله بوجود الأب والأم وأنا الأولى يعني مثل ما تقولون البكر عند نعم البكر ما شاء الله ايه نعم آه عندي أخت وعندي أربع أخوة رجال ما شاء الله الآن الحمد لله كنا ولا زلنا عائله متماسكه ومترابطه. كوني انه انت الابنه الكبرى ساره ممكن دي تكون واحدة من العوامل اللي خلتك تكوني واثقه من نفسك وقياديه صحيح. ويكون عندك اتخاذ القرار دائما. لا وانت بعد ممكن نقول انها ميزه من المميزات. نعم بحكم اني نشات عند جدتي ام الاب. كانت كبيره في السن لما إلى لهذه الدنيا يعني وكذا فكانت فساهمت جدا مساهمه كبيره يعني تقريبا في آه تربيتي في آه في العائله وكنت المدلله عندها وعند ابوي بتأكيد بما انك الابنه الكبرى اكيد حصه الدلال كانت الاكبر لك نعم يا خصوصا الاب تزوج متاخر في العمر في بدايات الأربعين فكانت والانثى عندنا يعني مش مثل بقيه الناس لما يقول لك لا ابغى اول مولود يكون ذكر لا احنا عندنا عادي وبالعكس عندهم ابوي على وعماني والناس هذه يعني كانوا يحبون وجود الانثى اكثر فكنت الاولى واللي اب متزوج متاخرا وكنت عند جده وكنت في منزل متواضع فكان كل شيء يصب في ساره ما شاء الله حتى عماتي يعني وعماني كانوا مساهمين في هذا الدلال يعني طيب ايش عن الميوله والهوايات في تلك الفتره استاذه ساره الميول والهوايات في ذاك الفتره كانت جدتي بحكم اني انا اجلس عندها كثير كان جدتي تقول الشعر تخزل الشعر وايضا كانت تحيك الخياطه ومن ضمن الاشياء هذه اللي كانت تحيكها هو البيز او اللي نمسك فيه الـ الـ الابريق او القدر الطنجره او شيء البيز فكان من اهم الاشياء اللي كنت اعرفها في على وقتها وعلمتني اياها هي حياكه هذا البيز سواء بالاذان او بدون الاذان بالضبط نعم هذه هي كانت أغلب يعني وكنت احفظ منها الشعر في هذاك الوقت يعني يا سلام كان شعر نبطي قديم طيب ماذا عن المراحل الدراسيه أوه المراحل الدراسية آه في الابتدائي كنت الطفلة اللي يعني آه الانطوائية نوعا ما كنت أشوف البنات في صفي أو في المدرسة عموما يلعبون ولا أروح ألعب معهم يلين هم ينادوني شيء من عزة النفس أو شيء من الانطوائية الزايدة أو الخوف من المبادرة نوعا ما بعد ذلك في المتوسط يعني حسيت بانه مثل ما تقولين كبرت خلاص صرت اكتب باللون الازرق بدل ما كان بالقلم الرصاص نعم. تخبرين يعني طبعا بالتاكيد لما نطلع مرحله اعلى ونكتب بلون مختلف احنا كبرنا صحيح صح فكنت مبسوطه بكبرتي وكنت وقتها بدات اتعلم اللغه الانجليزيه من المدرسات ومن صديقه لي في الصف نعم <applause> نعم طيب ايش من ذكريات كمان ممكن تكون عالقه في ذاكرتك من من هذه المراحل الدراسيه او مواقف لا تنسى في في مرحله الثانويه مرحله الثانويه العامه الموقف الاول اللي هو حبيت اللغه العربيه وخاصه البلاغه والادب من استاذه اللغه العربيه <applause> وكانت هي كاتبه ايضا في جريده الرياض او الجزيره اذا ما خاب ظني وكانت تكتب كتاباتها وكانت تقولها لنا اخر الدرس كانت تقولها لنا كنوع من اسمعوا وش اكتب واعطوني رايكم بحكم ان احنا كنا في ثاني ثانوي كانت هي هنا البذره اللي بدات انا اكتب من بعدها كنت اخذ الكلمات منها الجمل مدري ايش واكون منها مقال اخر يا سلام مقال آخر فعلياً يعني ولما أقرأ مقالها وأقرأ مقالي أشوف النسبة والتناسب بين المقالين مع أنها هي تكتب في موضوع وأنا أكتب في موضوع ثاني <applause> آه هذا موقف آه هذا يعني شيء حلو كان في مرحلة الثانوية الموقف اللي فعلاً كمان حببتني في مدرسة الإنجليزي لما كانت تخليني ألقي باللغة <applause> الإنجليزية تعرف تخبرينها ذاك الثانوية يعني بذاك الإلقاء الكبير لكن كان في إلقاء بسيط وكانت تعطيني الحرية في أني ألقي يعني أبو سطرين سطرين ونص بالكثير فكان شفتي لما تقعدين كذا وتتكلمين لا وبلغة مختلفة طبعاً. كانت شيء كبير وحلو يعني كنت توقفين كذا كأنك مين أنتم ولا مين أنا ولا وين فيه صحيح شيء جميل وحلو بالإضافة إلى هي كل بالإضافة إلى مسرحيتين في الثانوية فعليا واذاعه مره كنت انا الملقية فيها، فكانت الـ الاشياء هذه لما بدات اكتب حقيقة وفعليا كنت استرجع هذه الامور، يعني انا كنت كان عندي كانت كان في عندي البذرة موجودة البذرة موجودة نعم في باقي بس السقاية والاعتناء والكلام هذا بس اننا تعرفين في معترك الحياة وخاصة مرحلة الجامعة كانت شوي تف، شوي قوية والمواد كانت ثقيلة إن انشغل الواحد في الدراسة أيه. هذه بالنسبة لي يعني المرحلة الجامعية طيب مرحلة الشباب ومرحلة النضج والأشخاص اللي كانوا قريبين حولينك مم. في, في هذه المرحلة من تكوين شخصيتك أستاذة سارة مم. نرجع نقول أنه خلال مرحلة الجامعة أيضا كانت الجدة موجودة في المنزل مم. وكانت الجدة من ذوات الشخصية القوية قيادية تحسينها كأنها هي ماسكة زمام الأمور كلها. كان الأب المشرف والأم المربية، مم. المربية اللي هذا الطفل ترحمة تكون حوله حوله يعني يعني مثل ما تقولين عناية الأم بهذه الأطفال. نعم. الأب كان المشرف بحكم إنه هو القائد المادي نعم. لهذه العائلة والجدة هي اللي كانت الشخصية القوية اللي الكل أرى يعني كلنا أرى هذا الشيء فيني أنا وأخواني وأختي نرى الاعتداد بالنفس ونرى الثقة بالنفس ونرى أننا قياديين في الحياة بغض النظر عن العمل وما إلى ذلك قياديين في الحياة وهذا شيء بعض الناس عيبوه أنه امرأة قيادية ما ينفع لكن لا يصلح امرأة قيادية ومسكت مناصب الآن نعم بالتاكيد طبعا يعني المرأة بصفة عامة قدرت انه هي تثبت جدارتها نعم في وتقلدت العديد من المناصب بالتاكيد طبعا وفي في في هذه المرحلة من الوعي والنضج أستاذة سارة ايش أول الكتابات اللي قرأتها أول كتاب قرأته كان شعر نبطي للأمير خالد الفيصل وكان مكتوب عليه وستة عام ميلادي نعم. أنا اللي بالهجري أنا من مواليد أكتوبر 85 مه. المقابل له 1406 في اله بالهجري بنفس سنة الميلاد سنة الميلاد نعم. الكتاب هذا لا موجود عندي ولا زلت أقرأ فيه إلى هذه اللحظة مه. الشعر نبطي لأني أميل فعلا للشعر النبطي وليس للشعر اللي باللغة العربية الفصحى الفصيح الشعر النبطي جميل يوصل وكنت هذاك الوقت يعني معليش يعني لو اقرب بالفصيح ما فهمت بحكم صغر سني وبحكم اني وش هذا ايش الكتاب هذا يعني متوسط ثانوي وتقرا شعر نبطي فعلا يوصل لها بسهوله وتفهم ايش المقصود وايش ال وكنت برضو في هذا ال في هذه المرحله ايضا كنت اكتب ابيات شعريه على قدي وحافظة دفتر الدفتر حقي حق المتوسط الثانوي الى الان عندي كمان وتذكرت في فتره من فترات لما بدات اكتب كتابي الاول انه اوه صح في في دفتر سابق ارجعي في هذاك في هذيك اللحظه فتحت كتابي القديم جدا واستطلعت فيه نظرت يعني لقيت شيء م... يعني انا الان وهذه قديما نعم. الدفتر الكتاب هذا الان اللي هو عباره عن روح زهره الليل يوم وعي وتنميه ذاتيه وسار في الكتابه سابقا الكتابة الشعرية أو الكتابة مثل ما تقولين النثرية أو القصة أو المقال القصير جدا أبو أربع خمس أسطور يعني لما قارنت لقيت أنه في مجال كان في مجال تصل متأخرا خيرا من ألا تصل بالتأكيد بس ايش الشعور اللي حسيتيه من اول ما شفتي مذكراتك القديمه او المسودات هذه؟ ايش الفرق حسيتي ما بين ساره قبل مرحله الشباب والوعي وساره اليوم؟ اوه فجوه كبيره فجوه كبيره خاصه انه في طفولتك البريئه البسيطه والنشاه البسيطه جدا وانك تربيه جدتك وانك كان في براءه في الكتابة في الوصف في مش بس براءة كانت الكلمات بسيطة بس الشعور كان كبير صحيح فلما فتحت الدفتر يعني مثل ما تقولين جددت الشعور الطفولة نعم فشيء جميل بالتأكيد شيء يعني جميل والله حتى الآن أستشعر وأنا أتكلم في هذا الموضوع فعلا شيء جميل يعني بالنسبه للاشعار اللي كنت دائما حفظها في فتره الطفوله هل حافظه منها ابيات؟ للاسف لا بس اللي اتذكره انها كلها كانت عن الحب والابتعاد. يا سلام شوفي وهذا, وهذا وانا في مرحله في الطفوله والمراهقه يعني تعتبر الثانويه العامه مراهقه ايضا لكنها حب وابتعاد لماذا لا اعلم. <applause> ما ادري ووقعت في حب هذا الكتاب نعم صحيح نعم وللمصادفه ايضا انه تاريخ طباعة هذا الكتاب هو نفس تاريخ ميلادك في, في سنة ميلادي نعم نعم صحيح يعني جميله جدا هذه المصادفات اللي بتحدث دائما في حياه الانسان وبتكون مؤثره واحيانا بتكون ربما هي نقطه رسالة فاصله أيضاً. او رساله رساله, نعم. رسالة فعلا صحيح الان ذكرت انها ممكن تكون رساله بالتاكيد طيب استاذه ساره على على طاري الرسائل الكونيه والمواقف المؤثره في حياتك ايش كمان من مواقف تحسي انه هي فعلا كانت فاصل في حياتك واثرت؟ الفواصل في حياتي، شوفي الانسان يتغير وبقاء الانسان على وضع معين هذا معناه انه وفاته نعم. او هلاكه او انه لكن الانسان المتغير كما قرات في احدى المقالات لكاتب اجنبي اتوقع انه امريكي كمان ولا يذكر ولا يحضرني اسمه الان أنه الإنسان المتغير يتغير من ثلاث إلى خمس سنوات إذا أنت متغيرة تغير سريع فأنت في ثلاث سنوات تغيرك تغيرك المرحلي أنت متمرحلة كل ثلاث سنوات <applause> أما إذا أنت هذا إذا كنت تشتغلين على نفسك وتف و... وسريعة وكل شيء إذا كنت لا من النوع اللي ها متردد شوية وأ... وأركض شوية تغيرك أو تمرحلك كل خمس سنوات مم. وهذا انا ما وجدته في حياتي. انه ما كنت اعرف طرقي، ما كنت ما كانت واضحه اهدافي. مثل ما تقولين يعني كانت البساطه هي اللي آه الجو العام للحياه، البساطه. مم. وما في تفكير ببكره. البساطه والبراءه كمان. البساطه والبراءه وما في تفكير ببكره نعم. وزي ما تيجي تيجي على قولة المصريين. شفتي لكن آه انا متى تغيرت او متى بدات في التمرحل حقي انا بدات في التمرحل حقي واتذكره بالملي سنه 2012 سنه 2016 سنه 2018 مم. شوفي السنوات هذه السنوات الثلاثه شوفي من 12 إلى 16 كم هذه اربع سنوات صحيح ومن 16 ل 18 ثلاث سنوات صحيح الان انا في مرحله الثالثه اعتبر من التمرحل التطور التمرحل نعم. او التطور نعم لان في 2012 درست وتعلمت وتعبت على نفسي ودورات وغير البكالوريوس وما الى ذلك بحكم اني انا خريجه جامعه الامام يعني خريجه اصول دين وكنت ارغب في الاعمال الاداريه القياديه نعم والى الان يعني هذه هذا مجالي والى الان اعمل إني أطمح وأطمح إلى إني أصل له. بإذن الله. آه من 16 ل 18 آه نقلة نفسية أكثر من إنها آه مثل ما تقولين نقلة كتابية أو عائلية أو شخصية، كانت نقلة نفسية. صار أنتِ ليش وقفتي عند هذا الحد؟ 2016 كانت مثل ما تقولين محورية بعد بالنسبة لي. كنت أخرج من الألم بألم أكبر منه. كنت اضع نفسي في اطار الم شديد عشان انسى الالم الاقل لان الالم الشديد هذا باختياري انا وانا اللي سويته لنفسي لكن الالم الاقل هذا الاخر سواه اهلي فهنا هذه مرحله ايضا هذه كانت جدا مرحله صعبه اصلا حتى الخروج منها بالتاكيد طبعا محتاجه قويه كانت فيها دموع كان فيها انعزال كان فيها نوعا من يمكن اتوقع والله اعلم اني وصلت مرحله ابواب الاكتئاب وما الى ذلك لكن قبل 2018 كانت 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 بداية المرحلة أواخر 2017 بالعلاج الطاقي أو العلاج الروحي لا. أو العلاج بالطاقة أو الدخول في عالم الوعي والأمور هذه يعني دخلنا حتى كانت ثنتين أو ثلاثة من صديقاتي درسوا هذا الموضوع في أمريكا وجوهنا وجو هنا يستخدمونه وكانوا يستخدمونه على المقربين قلت يلا خلينا, خلينا نجرب. نشوف خلينا نجرب دخلنا في علم في علم الطاقة والأمور هذه أه وتعال ويعني ودخلت في جلسات ومن ضمن هذه الجلسات مسارات مسارات الوعي اللي يسمونها الاكسس بارس نعم. وبعدين تقريبا اخذت فيها 13 جلسه. بعد ذلك اخذت في ثمان جلسات في الريكي، بعد ذلك اخذت ثمان جلسات ايضا في الهيلينج تاتش. يعني لما شفت الموضوع الموضوع فعلا نعم. الموضوع فعلا بدا ياثر. صحيح. بدا زوايا مغلقة بدأت تنفتح بعد إرادة الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا أكيد وثقة ويقين بالله سبحانه وتعالى وقراءة للقرآن أولا وأخيرا في هذا الموضوع لأن هذه كله يعتمد على المف... الحروف والكلمات الموجودة في القرآن كنا, نستخد... كنا نستخدمها أو يستخدمونها المعالجين في الطاقة أثناء حتى العلاج سواء بالأحجار الكريمة سواء بطاقة اليد سواء بطاقة الشعور سواء بطاقة التفكير كل هذه الاشياء طيب. كنا كان كنا او كانوا يستخدمونها وكنت انا المبادره اقول جربوا فيني جربوا فيني لاني لقيت لاني في التجربه الاولى حقت الاكسس بارس لقيت لقيت انه في امور تنظفت، في امور وضحت، في في علاقات انتهت، في علاقات جديده مفيده فلقيت دخلت تفكيرك اصبحت اصفى واوعى في ايوه نعم. في 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 هدوء في هدوء فلما ابحرت 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 وجدت فعلا انه يعني فعلا تاثرت تاثير 100% وجميل تاثير جميل يعني مو هو والله تاثير انه كرهت الناس والناس كرهوني وحب وصار في انتقادات وصار فيه فجوات وصار فيه قطع علاقات وفي لا, لا لا بالعكس المفيد قرب والبعيد ابتعد اكثر او الغير مفيد ابتعد فكانت هذه مرحله يعني مثل ما تقولين اخرجتني من كل الم سواء البسيط او اللي انا تسببته يعني الى شيء أراحني وبشدة هنا أنا قررت أكتب كتابي الأول اللي هو يخص الوعي والتنمية الذاتية وكتبت فيه خمسين موضوع مع أني كنت حاطة ثمانين موضوع نعم لكني حطيت أهم المواضيع اللي أثرت في تأثير مباشر بحيث أن القارئ يأخذ الزبدة في الموضوع مم. سارة مرت فيه والله سنة كاملة مرت في موضوع مثلا العطاء الزايد والخذلان الزايد نعم. خذ الزبدة في هذا الموضوعين في صفحة واحدة في صفحة واحدة حتى ما أبي القارئ يمل أنه صرنا ورحنا وجينا ونزلنا ورقينا وطلعنا وصحنا وبكينا لا 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 خاصة. هذا كله عاشته سارة انتهى الآن أنت كقارئ خذ هذه الزبدة أو هذا سبيل ها النجاح هذه نتيجة نعم. الطبخة اللي, اللي احترق دم سارة فيها نعم أيه بالضبط يعني فعلا كانت نقله في 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 الوعي وطريقه فعلا التفكير النقله نعم النوعيه الحقيقيه اللي صار فيها نتائج ملموسه هي اواخر 2017 مم. طيب بالنسبه لحياتك الاجتماعيه هل تقدري توصف في شخصيتك انه هي شخصيه اجتماعيه جدا ولله الحمد وبفضل من الله مشكله كلام المحيطين فيني سواء الاهل الاصدقاء المحيط الإعلامي البسيط اللي حواليني الحمد لله أجد القبول يقولون أني شخصية مريحة والحمد لله وش يبي الواحد من الدنيا اللي سعت الصدر على قولتهم أجد ويجدون أني اجتماعية على قولة واحد معنا في المجال الإعلامي البسيط أنه أنت, أنت اجتماعية حريقة فقلت شكراً بصراحة على شيء مرة حلو وفعلاً أنا منذ الطفولة يعني بعد الانطواء بعد ما تقولين ثاني ثانوي انطلقت سارة انطلاقة اجتماعية رهيبة صارت الشلة شلل مو شلة كانت الشلة البنوتات الحلوات الجميلات اللي في الثانوية العامة أو بعد ما صرنا في الجامعة تخيلي الشلة مكونة من 27 بنت مم. يعني مو شيء بسيط مجموعة كبيرة مو شيء بسيط لما نقعد بس في الساحة بين المحاضرة والمحاضرة يعني مجموعة لا يستهان فيها وكلهم ما شاء الله عليهم الآن اللي اللي تاجرة واللي كاتبة واللي معالجة واللي 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 ربت منزل الحمد لله ما شاء الله ومربية أجيال واللي ممكن تلمسين منها الفائدة في مجرد لو ساعة تقعدين تاخذين معها كوب قهوة حلو في لازال في بس ككلوز مرة المتبقي قليل نعم بتأكيد طبعا هذا حال الدنيا أستاذ سارة ولكن من الجميل جدا أنه يكون يعني للإنسان علاقات اجتماعية صحية صحيح. في, في مراحل حياته سواء كانت في الدراسة أو حتى ما بعد الدراسة بس شوفوا متى تقولين والله الحمد لله علاقاتي صحية متى تقولين الكلمة هذه أو الجملة هذه لما يكون عندك نضج مستوى يعني متوسط فأكثر أقول والله دينا مناسبة لي نعم. فلان غير مناسب لي خلاص هنا كت مم. اني اهدر طاقتي مع دينا ودينا تهدر طاقتها معي هذا في فائده مشتركه بيني وبينك بس لما اهدر طاقتي مع شخص غير مختلف عني بالفكر مختلف عني في البيئه ممكن يجرني او يشدني لاشياء ما لي فيها فائده ويمكن مش كويسه او 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 هذا خلاص كت ليش اهدر طاقه او استنزف طاقه مع شخص غير مناسب لي صحيح لا في حياتي الشخصية ولا في حياتي الاجتماعية ولا في حياتي العملية حتى أيضاً حتى في حياتك العملية لما تقعدين انت وزميلك وانت تحسين انك مهدرة طاقياً خلاص اللي بيننا واحد اثنين ألف باء بالتاكيد اكثر من كذا استنزاف طاقي بالتاكيد وهذه مرحله زي ما ذكرتي استاذه ساره مرحله كمان من الوعي مم. يعني فعلا يعني سنه 2017 زي ما واضح لنا انه هي كانت فعلا هي نقطه النقلة. مفصليه صحيح. في حياتك نعم وانا بهنيكي صراحه استاذه ساره ونحن لسه ماشيين في سيرتك المفعمه بالإنجازات الجميله ونحن عندنا سؤال هو عبري بثلاث كلمات أول كلمة عندنا أستاذة سارة هي كلمة الحب أوه هي كلمة من حرفين نعم ت ولكن <applause> تعمل عمايل صحيح <applause> شوفي الحب آه هو اهتمام بالدرجة الأولى في الحب الاهتمام كيف أعرف أنك تحبيني لو ما اهتميتي فيني اهتمامك سواء بالمواقف بالأفعال بكلمة بعض المرات يكون الاهتمام كيف حالك عساكي طيبة آه الاهتمام أيضا الاحترام هذا يديم المحبة طبعا والناتج عن الاهتمام والاحترام هو الأمان لما أصل للأمان في العلاقة معك أو مع الطرف الآخر هذا معناه أنه وصلنا مرحلة يعني خلاص مهما يصير يصير صحيح بتحملك بتتحملني أه بتوقف معي بقف معك وما الى ذلك من هذه الامور وطبعا اهم حب هو حبك لذاتك مم. لما تحبين ذاتك راح يكون الحب قادم اصلا بكل الاشكال وبكل الطرق بتحكي. انت فقط استقبلي صحيح أه طيب عندنا استاذه ساره الـ 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 الكلمه الثانيه وهي مؤسسه الزواج مم. تعبري عنها بثلاث كلمات آه ممكن نقول شراكه مم. قناعه للدخول لهذه الشراكه آه ايضا المبادرات انك تبادر انك تبادر وابادر مم. انك تعتمد اعتماد كلي على مبادراتي لا واني اعتمد اعتماد كلي على مبادراتك لا هذه جميعها تصب في موضوع الشراكة شريك مناسب الاقتناع بهذا الشريك المبادرة لهذا الشريك نعم. فإذا تمت الثلاثة هذه يعني خلاص صارت الشركة هذه أو المؤسسة هذه ناجحة ناجحة أي صح بعد الشراكة مش شراكة أرواح فقط أشترك معك في نجاح هذه المؤسسة وأشترك أيضا معك في فشل هذه المؤسسة نعم صحيح لأننا نحن الأطراف الموجودة في هذه المؤسسة لا أهلي ولا أهلك لا صديقاتي اللي ما خلف الكواليس ولا صديق اصدقائك اللي ما خلف الكواليس <applause> لان كصديقه مثلا الشراكه مش بس زوج وزوجه، الشراكه ايضا انا صديق لي صديقه شريكه لي في هذه الحياه أشكيلها لها افضفض لها اخذ منها تاخذ مني الاخذ والعطاء يكون بتوازن نعم اي لانها لو رجحت كفه عن كفه لن, لن يستمر صحيح اي شيء اي علاقه أي. نعم. اي علاقه اي علاقه بدون ما يكون فيها توازن لن تستمر. مش بس مؤسسات الزواج. نعم. بالتأكيد. طيب آآ آآ عندنا ثالث كلمة أستاذة سارة وهي المستقبل. أول شيء يكون متفائل. ويقينك بالله إذا كان كبير المستقبل إن شاء الله مشرق. آآ يكون عندك طموح وحدد أهدافك عشان. تكون أهدافك واضحة اليقين طموح وضوح هدفك مم. ثلاثة هذول لما يجتمعون فيك كشخص إرادتك معناها خلاص إرادتك قوية إرادتك قوية وبإذن الله تصل فتصل بإذن الله ومستقبلك مشرق بإذن الله بإذن الله طيب عندنا الكلمة الرابعة الوالدان مم. تعبري عن هذه الكلمة لها معاني كثيره جدا ولكن نحن طالبين منك ان آه انت تعبر عنها بثلاث كلمات الوالدان شيء كبير وشيء عظيم ولا ولا تفيه ثلاث مجلدات او ثلاثين مجلد صحيح الوالدان هم السند اذا الله اصلحهم وهداهم وصاروا داعمين هم السند في الحياه هم الامان بعد الله سبحانه وتعالى للشخص وهم الصادقين في حياة أي شخص هم الوحيدين الذي تثق بأنهم صادقين في حياتك وما لهم وجهين قالوا لك هذا غلط خلاص هذا غلط هذا صح هذا صح هم أخبر صحيح هم أكبر هم عاشوا تجاربهم وخلصوا وهم معطينك الزبدة في الموضوع بالتأكيد يعني السند الأمان النصح بالضبط بالتاكيد طيب آآ آآ خلينا ننتقل كمان للكلمه الخامسه وهي الزواج الثاني مم مم يعني الزواج الثاني تعدد ولا الزواج الثاني انفصال الزواج الثاني كتعدد وكانفصال انا معلش يعني مشاهدينا الكرام انا اعتذر منكم التعدد انا ما مش معه اطلاقا انا ضد التعدد اول شيء فيه ظلم مش بس للمراه الاولى او المراه الثانيه حتى لك يا الرجل طيب انت يمكن غير مقتدر مو بس يعني صحيا ماديا يمكن انت تص... في زاويه من زوايا هذا الزواج الثاني انت تسقط من بيشيلك ظلم للزوجة الأولى اللي عاشت وكافحت معك ويعني مش هذا مثل ما تقولين يعني الجزاء الجزاء أنت كزوجه ثانيه جيتي على زوجه اولى ماذا تنتظرين من نصف رجل؟ م. ماذا تنتظرين من نصف رجل؟ اما اذا كان في يعني يعني زواج ثاني انا كمنفصله مثلا بتزوج مره ثانيه او كمنفصل بتزوج مره ثانيه الزواج الثاني رؤيتي له هو أول شيء لازم يكون اختيار مناسب لازم يكون اختيارك مناسب أه وحبذا يكون بما أنه الزواج الأول صار تقليدي أيها المنفصل سواء رجل أو امرأة يكون الزواج الثاني أنا شبه تقليدي إذا, بنصي... إذا بنقول للعوائل المحافظة يعني ما يخالف اسمحوا لنا نكلم لأن خلاص ما عاد فيها الحين الرجل والمرأة في السوق في الشارع في العمل صحيح. في كل مكان يعني في مجال أنه يصير في نوع من انواع الاحتكاك اشوف هو يناسبني انا ناسبه انا نا... يعني في شيء زي كذا يعني هذا الـ الشيء الـ الثاني الشيء الثالث انه لما يدخلون شراكه بعد خبره سابقه باذن الله وان شاء الله وبعد يعني ما كل الطرفين تناسب مع بعض بعض ان شاء الله الشريك الثاني يكون صح بإذن الله. بعد الخبره والتجربه السابقه وال... وتعلم الدرس المستفاد من التجربة صح السابقة صح صح مش سهلة ترى الانفصال أيضا بالتكليف. لا على الرجال ولا على المرأة يعني صحيح. صحيح يقولون أن المرأة هي اللي تتعب وهي اللي تزعل وهي اللي تبكبك وهي اللي ذا بس لا أكثر جت دراسة مؤخرا أن الرجل يتألم أكثر من المرأة في الانفصال وهذا شيء يعني مو مو يعني يفرحني لكن أشوى يعني الدراسة هذه جت طبطبت على بعض النساء المنفصلات انه ترى يحس نفس ما تحسين. مو والله رجال معليش ابد ثاني يوم يتزوج، مش ثاني يوم يتزوج. الرجل مشاعر مثل ما الانثى مشاعر. مش سهل الموضوع لا على المراه ولا على الرجال. بالتاكيد طبعا. طيب خلينا ننتقل كمان للكلمه رقم سته وتعبير عنها بثلاث كلمات تمكين المراه. استاذه ساره. يعني أفتكر تمكين المرأة هذه الكلمة مم. لأستاذة سارة والتعبير عنها بثلاث كلمات قد يكون صعب شوية صعب شوية نعم. لكني بأقتبس كلمة الأمير الشاب محمد بن سلمان الله يحفظه طولنا الله في عمره عم. قال أغلب الشعب السعودي من النساء وأنا أدعم النساء فالآن تمكين المرأة بخطط مدروسة من سموه الكريم خطط صح خطوات صح مش مبهمة أو عشوائية أو أنه مثلا الفكر التضليلي أو عكس الفكر التضليلي أو نبي ننفتحه بس لا في خطط في خطوات في دراسة في في في, في رؤية مثل يعني ما شاء الله احنا وصلنا مرحلة الآن يعني بمعرفتك وبرؤيتك انت ايضا وبقراءاتك لصحفنا وبشو ومثل ما انت تشوفين حتى في الشارع السعودي كيف وصلنا مرحله حلوه فما بالك بمرحله 20 30 بتصير اجمل بالتاكيد طيب عندنا استاذه ساره رقم سبعه بكاء الرجل ماذا تعبري عن بكاء الرجل بثلاث كلمات ما أدري يعني أقول ضعف بعض الرجال يبكي حبا طيب هل هو هل الحب ضعف؟ ودي أقول ضعف بس مو ضعف آه ممكن يكون ضعف آه يعني نستخدم انه الكلمه الاولى ضعف ممكن يكون آه آه لها مرادف آه إيصال, في ايصال مشاعر ثانيه ايصال مشاعر اما ضعف او ايصال مشاعر ما في ثالثه ما توقع في ثالثه لان الرجل آه احنا تعودنا على الرجل جبروت وقفته يعني رجل عظيم نعم في المجتمع العربي صحيح الشرقي بالتاكيد وبكائه اصلا هو عند نفسه اتوقع انه احساس بالتقصير او انخذل من شيء فيا اما ضعف او ايصال مشاعر جميل جدا طيب خلينا ننتقل كمان للمراه ذات الشخصيه القويه استاذه ساره تعبري عنها بثلاث كلمات آه المرأة درست فعملت فصارت قائدة <applause> الآن <تصفيق> درست فعملت فصارت قائدة جميلة نعم. جميلة جدا هذه الثلاث كلمات وفعلا معبرة عن المرأة ذات الشخصية القوية، <applause> طيب ثلاث كلمات عن الخذلان <applause> آه ثقة زايدة في في غير محلها آه الشخص اختياره كان خطأ آه آه شيء شفته واو اعطيته اكبر من حجمه <applause> فسقطت الصوره <applause> جميل طيب السعاده تعبر عنها بثلاث كلمات السعاده السعاده في تكمن في ماذا <applause> السعاده في الحب لاني اذا حبيتي وان وصار مجتمعك حلو كل شيء هذا شيء يسعدك الحب ورضا الرضا والقناعة طبعا في الموضوع لاز... لأنها من الأشياء اللي تريحك نفسيا أه الحب الرضا الحب والرضا والقناعة نعم مم. طيب بالضبط اخر كلمه عندنا واللي هي والله كلماتكم ما شاء الله كثير <تصفيق> <تصفيق> نعم هذه اخر كلمه عندنا <applause> الاستاذه ساره السفر. السفر السفر تعبر عنه بثلاث كلمات انا انا احب السفر جدا السفر تجربه جديده السفر التعرف على ثقافات اخرى جميله حتى وان كانت غريبه عنك <applause> أه تخليك الكلمه الثالثه والاهم تخلي عندك أه صفه القبول توسع عندك القبول. انا نعم. اقبل بهذه الثقافه، انا اقبل بهذه الدوله، انا اقبل بهذه اللغه، انا اقبل بهذا الشعب اللي المختلف عني، صحيح القبول. بتقوي عندك قبول للغير. جميل جدا، خلينا ننتقل استاذه ساره للمحور جديد والحديث عن الكتابه. ساره الكاتبه المسؤوله، ما هو الجنس الكتابي الذي يستهويك استاذه ساره؟ شوفي، الكتابه ليست لجنس معين. هذا انثى او هذا رجل. الكاتب او الكاتبه يكتبون كتابهم ليقراه الذكر والانثى أه في بعض الكتب الكاتب والكاتبه يوجهونها فعلا للمراه يعني ايتها المراه هذا الكتاب لك مخصص لك ليه لان في بعض المواضيع فيه تخصك انت كانثى هذه اوكي بس انا اللي تستهويني واقراها انا اقرا كل شيء نعم انا اقرا كل شيء مثل ما قلت لك اقرا الشعر النبطي واقرا الروايات واخر روايه آه قرأتها هي مقهى النساء آه أيضا رواية حينما يجمعنا القدر طبعا وآخر كتاب قرأته آه الروح الأخيرة لهوساوي يعني وقارئة نهمة جدا للدكتورة سمية الناصر نعم وشوية كتابات لأتيكيت الروح لأحلام المستغانمي نعم يعني بعض الكتابات فعلا تخصص للانثى صحيح ويكتبها الرجل والمراه نعم فهذه يعني مش متى نقول تانيث الكتاب اذا كان مخصص للمراه جميل والذي يكتبه رجل وامراه جميل هي رسائل توجه للمراه جميل جدا طيب يعني نحن تحدثنا عن المحاولات الأولى للكتابة وتكلمنا عن أول كتاب لك كان في تطوير تطوير الذات بالضبط نعم وكان بتأكيد طبعا مثل هذه الأنواع هي للجنسين بالضبط نعم صحيح كتابي أصدر في القاهرة م -م. كان من مواليد 2020 م -م. أثناء الكورونا جمعت فيها شتات نفسي وقلت بما اننا بنقعد اربع خمس شهور في البيت خليني اجمع شتات هذه الكتابات واحطها في كتاب. نعم جميل. وارسل الكتاب للقاهره والحمد لله تم اصداره وكل شيء والان تقريبا قارب السنه او اقل بشهر منذ ولادته. ما شاء الله. كان الكتاب يتحدث عن الوعي والتنميه الذاتيه عن خمسين موضوع في العطاء في التوازن في الخذلان في في موضوع جدا يلامسني اللي هو امراه لا, لا ترجع مرتين مم. هذا سئلت فيه كثير امراه لا تعود مرتين آه ايضا كان فيه آه يعني مواضيع تلامسك انت او انت كقارئ يعني مثل ما اقول لك آه لما تقرا تحس ان انا في, في السطرين هذه مم. تقرا تقول اي ليش انا ما سويت كذا مم. لما اكون تعبانه مثلا اسبوعين ثلاثه ليش بسويت هالسطرين هذه؟ وجبت حقي ورفعت من قيمتي وقدري وانتهى الموضوع. فعلا. لانه فعليا ال موضوع هذه تحط لك النقاط على الحروف. بالضبط، انا اسميها فعلا النقاط على الحروف. جميل جدا. جميل جدا أستاذة سارة طيب يعني أكيد في في أول إصدار لك وأول كتاب كان حوالينك أكيد ناس ساندوك ودعموك في هذه المرحلة ساندوني دعموني صديقاتي اللي في الوعي والتنمية الذاتية ومعالجة الطاقات والأمور هذه يا سلام هذول أعطوني يعني مثل ما تقولين كنا في كل جلسة نقعدها كصديقات كافي تي سويت نسولف عن المواضيع هذه كيف العطاء كيف تعطين؟ لا تعطين توازني أه مثلاً قصة فلانة من الناس أه نتكلم عن قصتها وكذا أه نعطيها حلول فأنا ألم المواضيع هذه وأقيسها على نفسي وأطلع موضوع يعني مثل ما أقرأ يمكن أقرأ اليوم في صحيفة سطرين مم. سطرين هذه يمكن تطلع لي موضوعين ثلاثة نعم كل كلمة فيه تطلع لي موضوع ثلاثة مم. جميل بالضبط. جدا. ايه؟ آه طبعا يعني آه استنباط القصص او المواضيع من من الحياه اليوميه في 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 رسالتك وهي من الاساس انه مساعده الناس ونشر الخير و بالضبط. والتوعيه. طبعا بالاضافه الى المحيط الاجتماعي انا مستمعه جيد جيده جدا في آه تويت آه تويتر، اليوتيوب، لي دكاتره آه ما شاء الله مثل آه الدكتور الاردني ايهاب حمارنا كنت سميه الناصر في السعوديه مثل علي نجم وايضا مثل ما قلت احلام مستغانمي في الكويت كلهم مؤثرين كلهم مؤثرين وقبل انام من نص ساعه لساعه احط اليوتيوب جنبي مثلا في الجوال احطه يعني الين يجيني النوم فعلا هذه هذه بتصير كانها قصه قبل النوم استاذ ساره وهذه من احلى القصص بتكون لك اكيد طيب يعني هل لك نوع معين من الكتابات تستهويك او انت بتفضليها شخصيا استاذ ساره شوفي يعني انا اكتب ولا اقرا لا انت تكتبي انا اكتب انا حاليا لاني لاني اكتب لاني محرره في صحيفه سهم إلكترونية فتوضح لي من خلال كتاباتي اني اتكلم عن الوضع والمسؤوليات الاجتماعية من جهة والتنمية الذاتية من جهة يجيك مقال مثلا مثل مقال إحدى المقالات عندما يحين الرحيل مم. هذه فيها تنمية ذاتية من بين السطور مم. مثل اللطف الروحي هذه فيها تنمية ذاتية من بين السطور في تقارير الصحفية عن بعض المواضيع اللي كتبت فيها آه تلامس المجتمع مثل آه جمعية لأجلهم لما كتبت تقرير صحفي آه عن إيش سووا الملتقى حقهم القادم كيف بيصير في القصيم وما إلى ذلك آه يخص المعاقين شريحة آه خاصة في المجتمع لما أيضا تقرير آخر آه لملتقى آه فجر الإحلام يخص أيضا الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة <applause> يعني شيء اجتماعي وشيء تنميه ذاتيه. نعم يعني من الجميل جدا انه انت بتحاولي عن طريق كلماتك وكتاباتك انه تكون في رساله دائما من خلال هذه إيه؟ الاعمال لازم كتابتي تكون هادفه، لازم كلامي يكون هادف. اما كثره الكلام خلاص شبعان الناس في السوشيال ميديا من الكلام الكثير بالتاكيد طبعا نحن يعني فعلا سعيدين جدا لوجودك معنا اليوم وللاسف يعني وصلنا لختام حلقتنا ولكن بنستنى منك وعود في حلقات اخرى انشوها. والحديث معك من جد استاذه ساره ابدا ما يتمل شكرا لك وشكرا لوجودك معنا اليوم حبيبتي شكرا لك ولاسئلتك اللطيفه وروحك الجميله شكرا لك وشكرا على وجودك معنا والشكر كمان للكاست العامل على حلقة اليوم وقبل ما نشكر الكاست العامل بتأكيد ما حننسى نشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة والكاست العامل أيضا في الإخراج هشام يوسف وكاميرا كنترول ناصر لانكي إعداد هويدة توم مهندس الصوت محمد حسبو مونتاج عز الدين سعدابي وجرافيك محمد عصام وفي البث أحمد الرئيس ومحمد فؤاد وفي التحرير أحمد طه شكرا لكم جميعا جميعا ان شاء الله نتلاقى بكره في حلقه جديده كونوا بخير وبصحه وبعافيه في امان الله